لا لا التركة الجديدة الآن 500 ريال. فهذا يقول أعطوني 500 وأنا أمشي وخلي الثاني يضيع ما له شيء، والثاني يقول أعطوني أنا، أقول لا النقص الحقكم بالجميع. فإيش نصنع؟ نأخذ المال فوق على مجموع الديون. المال كم؟ 500 والتحت كم؟ 2000. صارت كم الآن؟ ربع، صح؟ إذا هذا يأخذ ربع ما يستحق 250 وهذا يأخذ ربع ما يستحق. سهلة جدا، مفهوم؟ تمام. إذا الدال ديون معلقة ومرسلة، المرسلة لله وللآدمي. بعد هذا ماذا؟ الواو الوصية بالثلث فأقل لغير وارث، تضبط هكذا الوصية بالثلث فأقل لغير وارث. آخر شيء عملنا نحن، مفهوم؟ الميراث. نعم، يبدأ أولا بما تعلق بعين التركة، هذا عندهم، وإحنا مشينا على ما رجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، تدوم تجهيز ديون وصية ميراث، لكن هنا لا. نعم، قال رحمه الله: يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة كرهن والثقة. قلنا هذا الدين المعلق. نعم، فيبدأ هم عندهم تدوم، لكن قبل التاء الدين المعلق، ثم التجهيز، ثم الديون المرسلة، ثم الوصية، ثم الميراث، مفهوم؟ نعم. به وجان وزكاة تلفى، ثم بتجهيز يليق عرفا، ولجهاز الزوجة الزوج يلي إن موسرا، ثم بدين المرسل. خرج هو على المسألة قليلا، يعني استطرد في تجهيز الزوجة. الزوجة الآن، تجهيز الزوجة على من؟ قال على الزوج، وهذا من باب الإحسان لها، مفهوم؟ نعم، تفصيل هذه المسائل يعني هذه نرجع إلى كتب الفقهاء. نعم، وهذا من الإحسان لها أن يكون التجهيز على الزوج. نعم، هي تموت والحمد لله ما في إشكال إن شاء الله. نعم، ثم وصية بثلث فأقل لأجنبي ولإرث ما فضل. نعم، ثم الوصية بالثلث فأقل، هذا قلنا احنا، قلنا الوصية بالثلث فأقل لغير وارث. نعم، لأجنبي يعني الغير وارث، ليس بأجنبي يعني غير كويتي. نعم، قال رحمه الله: ولإرث ما فضل، هذا الباقي الميراث آخر شيء. نعم، قال رحمه الله: أخوانا تتركوا الكتب أنتم، لو تتركوا أحسن. نعم، قال رحمه الله: وهي ثلاثة، نكاح ونسب ثم ولاء ليس دونها سبب. أسباب الإرث، أترك يا شيخ الكتاب الآن، واحد يسأل يقول كيف أذهب مكة؟ قال مكة ترى لها ثلاث مداخل، مدخل عن طريق الرياض، ومدخل عن طريق المدينة، ومدخل عن طريق جدة، ما تستطيع الدخول إلى مكة إلا من هذه الطرق، مفهوم؟ تمام. السعودية الآن، السعودية الكويت، تقول السعودية الكويت كم مدخل؟ مدخلين؟ الحمد لله. تقول مدخلين، ما تستطيع الدخول إلى الكويت إلا إما عن طريق منفذ كذا أو منفذ كذا، صح؟ تمام. إذن هذا الطريق السبب، أريد أصل للكويت ما أستطيع الوصول إلا عن طريق المنفذ الأول أو الثاني، صح؟ طيب الآن أريد أرث من الشيخ سعيد، لازم يكون لي مدخل. المداخل قالوا ثلاثة للإرث: نكاح ولا نسب. اترك الكتاب يا رجل، كم مدخل؟ ثلاث مداخل. إذا أردت أن ترث من إنسان لابد يكون لك طريق من ثلاثة طرق: نكاح، عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، لأن عقد الزوجية عندنا باطل، يرث به الزوج إذا ماتت الزوجة، والزوجة فأكثر إذا مات الزوج. انتهينا الآن، هذا الأول السبب. جاءتنا مرأة وقالت أريد أرث من فلان، عندك سبب؟ قال نعم. من أنت؟ قالت زوجة. عقد زوجية صحيح؟ قالت نعم. إذن ترث، هذا الأول. الثاني الولاء، الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه، يرث به المعتق. كان لديك عبد واعتقت هذا العبد، فأصبحت أنت مولى معتق، مفهوم؟ ينسب هذا العبد إليك، مولى فلان. فإذا مات العبد بعد العتق ترث أنت،
لأن أنت صاحب فضل ونعمة عليه، لكن هو لو مات يرثك؟ لا. طيب الثالث النسب القرابة، ويرث به الفروع والأصول والحواشي. فروع تتفرع منك، والأصول إيش أصلك؟ قال أصلي فلان ابن فلان ابن فلان، سيأتي معنا مفهوم. نعم أصلها ثابت وفرعها في السماء. والحواشي سيأتي معنا، خلاص الإخوة الأعمام وكذا. طيب عندنا سبب رابع وهو بيت المال، وهم يعني ما يذكر هذا السبب في الغالب. لماذا؟ لأن عندهم إشكال في انتظامه، يقول هذا غير منتظم بيت المال. لأن البعض، هذا يقول أنا لا أقول هذا، البعض يقول لأن الحكام في زمن المؤلف كانوا يأخذوا من هذا بغير حق، فقالوا هذا أي بيت المال غير منتظم، والحمد لله منتظم. نعم، وحسابهم على الله. نعم، إذن الأسباب في الحقيقة أربعة: نكاح، ولا، نسب، بيت المال. نعم. قال رحمه الله: ويمنع الإرث على اليقين. الآن المانع ما يأتي إلا بعد قيام السبب، انتبه، المانع ما يأتي إلا بعد قيام السبب. يعني هل أنا ممنوع من الإرث من الشيخ سعد؟ لا، لابد أولا أقيم السبب ثم بعد هذا يأتي المانع، مفهوم؟ تمام. الموانع ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين. الآن جاء إنسان الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ سعيد وقال أريد أرث من والدي رحمه الله بعد عمر طويل في طاعة الله، عندك سبب؟ قال نعم أنا ابن. إذن وجد السبب. الآن إذا طرأ مانع يمنع من الإرث. الموانع ثلاثة: الرق، فالرقيق لا يرث. لماذا؟ لأنه لو ورثنا الرقيق ورثنا السيد صاحب هذا العبد، والسيد أجنبي عن الميت. رق وقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من تركة المقتول شيء. واختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طب هل يتوارث الكفار من بعضهم؟ اليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث اليهودي، لقول الله سبحانه وتعالى: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. طيب نعم، تفصيل إخواننا في المسائل نحن لا نريد، احنا الآن نريد فقط نضبط أصول العلم، خطوة ثانية ثالثة تصل للعلم، مفهوم؟ إذن عندنا أسباب الإرث ثلاثة، سبب مختلف فيه بيت المال، موانع الإرث ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين. بعض من يؤلف الفرائض يقول الموانع كم؟ مراجعة هذه لك، كم؟ سبعة. كيف أحفظها؟ سهل جدا، عش لك رزق. الموانع عندهم جمعت في كلمة، يعني لو تعيش ترزق، وهناك لو تعيش تدوم، خلاص هناك. طيب تمام، عش لك رزق، هذه موانع الإرث عند المالكية. موانع الإرث عند المالكية كم؟ سبعة. خلينا على التخفيف، كم عندنا مانع؟ ثلاثة أحسن. يلا امشي. قال رحمه الله: ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف دين. نعم. قال رحمه الله: ووارث مورث موروث أركانه ما دونها توريث. لابد من مراجعة هذا التبويب، هل هو من المؤلف أو لا؟ طيب الظاهر من المؤلف، الظاهر، لأن مع النظم ما يتضح المقدمة، هذا محقق ممكن. نعم، لكن الرحبية لا، الرحبية التبويب ليس من المؤلف قطعا، خلاص. طيب أركان الإرث لابد ثلاثة أركان. الآن هذا المسجد مثلا، تقول هذا المسجد قائم على أربعة أركان، لو أسقطنا ركن انهار البناء، صح؟ إذن حتى يعني يكون هناك إرث، يعني عملنا نحن الآن، لابد فيه من لابد من ثلاثة أركان. لابد من ماذا؟ اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله: ووارث مورث موروث أركانه ما دونها توريث. يعني لابد يكون عندنا ميت، ولابد يكون في ورثة، ولابد يكون في تركة. إذا اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة ليس هناك إرث أصلا. نعم، واضح هذا. نعم. قال رحمه الله:
باب شروط الإرث وهي تحقق وجود الوارث موت المورث اقتضى التوارث. يعني الآن لابد نثبت موت فلان، وكيف هذه المسألة؟ طيب مات ودفناه وصلينا عليه، لا، لأنه ممكن عندنا يكون مفقود وأرجع الورثة إلى من؟ إلى القاضي، والقاضي يحكم بوفاة هذا الرجل ويحصل بعد هذا الإرث. نعم. الآن عندنا مش إشكال أيضا في بقاء الوارث بعد موت المورث، كيف؟ لأنه ممكن في حادث مروري، توفيت العائلة كلها في حادث مروري، فماذا نصنع؟ كيف نورث؟ هل نورث الابن من الأب، الزوجة من الزوج، وهم في سيارة واحدة؟ ننظر، نسأل مثلا الهلال الأحمر، الشرطة، من يعني كان فيه حياة؟ قالوا أول من مات الزوج اللي هو الأب مثلا، ثم الزوجة، ثم بعد هذا الأولاد. أصبحت الآن عندنا مسألة مناسخات. أما إذا لم نعرف أن هذا مات قبل هذا فلا تورث زاهقا من زاهق، لا الزوج يرث من الزوجة ولا الزوجة ترث من الزوج، كذلك الأولاد. مفهوم؟ يأتي إن شاء الله. نعم. قال هذه المسألة تحتاج إلى قضاء، والقاضي يحدد هذا، أنه فلان تحقق لدينا أن أول من توفي الأب مثلا فلان ابن فلان. طبعا هو ما يكتب الأب، وهذا أكبر خطأ عندنا، أكبر خطأ عندنا في الإرث، أنك تسمي تقول فلان أب. أب لمن؟ أب للابن. طب للزوجة؟ هو زوج. طب لي أنا؟ أخ شقيق. مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: باب من يرث من الذكور. من يرث من الذكور 15. انتبه، هذا ما يحتاج إلى كتابة. إذا العلم دخل مرتب بإذن الله متى شئت يخرج مرتب، يدخل مشوش ما يخرج. أركان الصلاة: اللهم صل على محمد، اللهم صل على السجود على الأعضاء السبعة، نعم، والتشهد الأخير. يا رجل يمكن يظل ساعة الآن وما يذكر لك أركان الصلاة. أما طالب العلم أركان الصلاة، قال القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، خلاص جزاك الله خير. مفهوم؟ فترتب الوارثين من الذكور، تقول الابن وابن الابن والأب والجد، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب، زوج معتق. انتهينا. مرتب بإذن الله متى شئت يخرج ترتيب. أما يأتي يقول اللهم صل على محمد رسول الله، العم الشقيق، وبعد قال والأخ الشقيق، يا سلام. طب متى ننتهي؟ ما يصلح هذا، هذا ما هو علم. الوارثات من النساء: بنت، بنت ابن، أم، جدة لأم، جدة لأب، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، الزوجة والمعتقة. مفهوم؟ نعم. بهذا خلاص يعني انتهي العلم. ترتب بإذن الله أي وقت تسأل عنه. قلنا هذا أهم شيء في المواريث عندنا هنا الآن، لأنه ممكن يسألك يقول عمة شقيقة ترث؟ لا ما ترث. ابن أخ لأم ما يرث، الجد لأم ما يرث، مباشرة ضبط الوارثين والوارثات، انتهى الأمر. نعم. قال رحمه الله: الوارث ابن وابنه أب وجد له وزوج مطلق الأخ له، يعني أبو الأب، لأن عندنا جد أبو الأم ما يرث. نعم. فالعم وابن له ما إن أدلى بالأب كل منهم والمولى. نعم، يعني شقيق ولأب، أخ شقيق وأخ لأب، وابن أخ شقيق وابن أخ لأب، والأخ لأم فقط، ابن أخ لأم لا يرث. والعم الشقيق والعم لأب، وابن عم الشقيق وابن عم لأب، العم لأم وابن العم لأم لا يرث. إيش معنى العم لأم؟ تعدد. الجد يكون تعدد، وهذا التقى مع الميت في الأب والأم شقيق، التقى معه في الأب هذا لأب، التقى معه في الأم فقط هذا أخ لأم. نعم. أو عم لأم، هذا التقى مع الجد. نعم. قال رحمه الله: باب من يرث من الإناث. نعم. ووارث من الإناث الأم بنت وبنت ابن لها تؤم، والزوجة الجدة الأخت مطلقة، ومن لها الولاء قد تحققا. يعني المعتقة. طيب
قلنا من النساء 10، البنت وبنت الابن والأم والجدة لأم والجدة لأب وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم والزوجة والمعتقة. بعض الفقهاء منهم شيخنا الشيخ عمار رحمه الله تعالى يقول، يعني عند الشافعية لأنه مالكي المذهب يمشي على مذهب مالك في الإرث، يقول الشافعية كيف يقول الوارثات من النساء 7؟ لا، لا حصر لهن، لأنه كل جدة أدلت بوارث ترث، فيقول لماذا يقول 7؟ المفروض يقول ما لا نهاية، مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. الفروض المقدرة في كتاب الله 6 وانتهى الأمر. انتبه يا شيخ، سهل جدا. ما تحفظ الفروض المقدرة في كتاب الله؟ هكذا تحفظ، تأتي من أعلى إلى أدنى، من أعلى إلى أدنى. هنا نصف وهنا ثلثين، نصف وربع وثمن، ثلثان، ثلث، سدس، انتهى. هذا الترتيب، نمشي على هذا الترتيب فقط، من أعلى إلى أدنى. نصف ونصف النصف ربع، ونصف الربع ثمن، ثلثان ونصف الثلث ثلث، نصف الثلثان ثلث، ونصف الثلث سدس. يأتي سهل جدا، احفظ أنت الآن، سيأتي كيف جاء النصف، نصف النصف ربع، ونصف الربع ثمن، ثلثان، نصف الثلثان ثلث، ونصف الثلث سدس، مفهوم؟ نعم. هذا الفروض المقدرة في كتاب الله 6، هذا المتفق عليها. خلاص، عندنا أصل فرض مختلف فيه وهو ثلث الباقي، ثلث الباقي سيأتي بإذن الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: بالفرض والتعصيب إرث ثبت. يقول الإرث عندنا إما إرث بالفرض أو إرث بالتعصيب. إرث بالفرض الزوج فرض إما النصف أو الربع، أو إرث بالتعصيب الابن عاصب يأخذ جميع المال إذا انفرد، أو يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض. لماذا نقدم الفروض؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم. بالفرض والتعصيب إرث ثبت، فالفرض في الكتاب 6 أتى، يعني في كتاب الله. نعم. ربع وثلث نصف كل ضعفه ولاجتهاد غير ذي مصرفه. انتبه معي، هو أتى من المنتصف، احنا قلنا من أعلى إلى أدنى، وممكن من أدنى إلى أعلى، وممكن من الوسط ثم ضعف ثم نصف، فهو جاء على الوسط. هنا كم؟ ربع، وهنا ثلث. ضعف الربع نصف، نصف، ونصف الربع تمام، وهنا ثلث، الضعف ثلثان، والنصف، وانتهى، مفهوم؟ لكن قلنا احنا احسن ناتي من فوق. لماذا احسن؟ سياتي الان، لان تمشي هكذا احسن، نصف ربع ثمن ثلثان ثلث سدس. هذه الفروض المقدره في كتاب الله كم؟ 6. الان ناخذ من يرث النصف ومن يرث الربع ومن يرث. يا اخي اترك الكتاب يا شيخ، يا استاذ اترك الكتاب اخواني، والله سهل هذا العلم. والشيخ سعد قال يعني دورة وندرس في الفراض ننتهي 3 أيام، الحمد لله سهل جدا، ولا يحتاج تحضير ولا كتابة والله ولا شيء. أصحاب النصف 5، أصحاب الربع غرفة الزوجية، زوج زوجة، انتهينا. والثمن غرفة الأرامل، والثلثان هم أصحاب النصف عدا الزوج إذا كانوا جمع، والثلث 2، الأم والإخوة لأم، والسدس 7، انتهى الإرث. والله لو ضبطت هذه المسائل، ضبطتها انتهى الإرث، أي تركة بإذن الله تقسمها. نعيد من جديد، أصحاب النصف كم؟ 5، وأصحاب الربع غرفة الزوجية 2، زوجة زوجة، وأصحاب الثمن غرفة الأرامل زوجة فأكثر، إلى 4 طبعا، ما يمكن فأكثر، أكثر من 4 ما عندنا في الإسلام، تمام. الثلثان هنا هم أصحاب النصف عدا الزوج، أصبحوا كم؟ أصحاب النصف 5، حذفنا الزوج أصبحوا كم؟ 4، هذا أصحاب الثلثين. وأصحاب الثلث نفس أصحاب الربع، مو نفس، هنا الزوج أو الزوجة فأكثر، وهنا 2، الأم والإخوة لهم 2 2، خلاص. أصحاب السدس 7، أعدهم، الأب والأم والجد والجدة، هذول كم؟ 4، بنت ابن فأكثر، الأخت لأب فأكثر، ولد الأم، هذا 7، انتهينا منهم. لا يا أخواننا،
ممكن تراجع بعد الدرس تحفظهم، تأتي للشيخ سعيد والأصحاب السدس كم؟ قل 7، أنا أذكرهم لك. تقول هكذا علم يحتاج هذا السلف الصالح. إخواننا نضيع أوقاتنا الآن بالقيل والقال والبحث عن السلطان وعن غلاء الأسعار وكذا، تعال وقسم العلم، مفهوم؟ نعم. أعيد، هباء دبز، هذا الخلاصة. إيش؟ هباء دبز. الهاء 5 والباء 2 والألف 1 والدال 4 والباء 2 والزاي 7، هذول أصحاب الفروض. أعيد، نعيد إخواننا، ما عندنا إشكال، إحنا جئنا الآن حتى نضبط أصول الفرائض. إذن عندنا الفروض المقدرة في كتاب الله 6، نصف 5، ربع غرفة زوجية انتهينا منهم. أسهل شيء، أسهل شيء الزوجية، والثمن غرفة أرامل، والثلثان أصحاب النصف عدا الزوج إذا كانوا جمع، الثلث الأم والجمع من الأخوة اليوم، وأصحاب السدس 7، الأب والأم والجد والجدة، بنت الإبن فأكثر، الأخت لأب فأكثر، ولد الأم أخ أو أخت لأم فقط منفرد، إذا جمع أخذ الثلث. انتهينا من أصحاب الفروض. نعم، إذا تريد أفصل أكثر أفصل أكثر، إحنا نبغى نضبط أصول المسائل بس. نعم، بقي معنا أخذنا الفروض المقدرة، ومن يأخذ هذه الفروض سيأتي الشروط بإذن الله تعالى. يبقى معنا أصول المسائل، أصول المسائل عندهم أصول للمسائل، يعني المسألة الآن من كم، من كم المسألة، أي مسألة فيها فرض من هذه الفروض 6 ما تخرج عن أصول كم؟ 7. أصول المسائل كم؟ 7، 2 3 4 6 8 12 24، كم هذه؟ 7. واضحة بإذن الله، كم؟ 2 3 4 6 8 12 24. اتفق معي، مسألة فيها 2 الآن، الاثنين ايش فيها؟ بدون كسر، نصف، نصف الاثنين كم؟ 1، إذن أي مسألة فيها نصف من كم تكون؟ من 2، انتهينا من الاثنين الآن، تعال الثلاثة، الثلاثة فيها نصف؟ 1.5، لا ما يأتي، فيها ثلث وثلثان، إذن أي مسألة فيها ثلث؟ ثلثان من 3، تمام، ما 4، الأربعة ايش فيها؟ فيها نصف وفيها ربع، إذن أي مسألة فيها نصف وربع تكون من؟ انتهينا من 4، تعال الستة، فيها نصف؟ نعم، فيها ثلث؟ نعم، فيها ثلثان؟ نعم، فيها سدس، 4 أشياء، صح؟ نصف الستة، وثلث الستة؟ 2، والثلثان؟ 4، وسدس الستة؟ 1، تمام، تعال للثمانية، نصف الثمانية؟ 4، وربع الثمانية؟ 2، وثمن الثمانية؟ 1، انتهينا منها، فيها ثلث ثلثان؟ لا، تعال للاثنى عشر، اثنى عشر فيها 5، فيها النصف كم؟ 6، طيب والثلث؟ 4، والربع؟ 3، والسدس؟ 2، والثلثان؟ الثلث كم؟ الثلث 4، والثلثين 4 زائد 4 8، إذن 5 أشياء فيها، 24 فيها كل شيء، نصف 24 12، والربع 6، والثمن 3، والثلثان 16، كيف 6 كيف تجي 6؟ 24 ثلثها كم؟ 8، الثلثين 8 زائد 8 16، تمام؟ ايش بقي معنا؟ السدس، سدس ال 24 كم؟ 4، اخواننا جدول 4 فقط، ما لا تزيد عن جدول 4. اعيد، اعيد، لا اشكال، 2 فيها نصف، نصف الاثنين 1، الثلاثة ثلث الثلاثة 1، وثلثي الثلاثة 2، انتهينا، تعال لي الأربعة فيها نصف وربع، نصف الأربعة 2 وربع الأربعة 1، كم؟ 6، نصف 3،
ثلث اثنان، ثلثان أربعة، سدس واحد. تعال الثمانية فيها نصف وربع وثمن، نصف الثمانية أربعة، وربع الثمانية اثنان، وثمن الثمانية واحد. أما الستة فيها النصف ثلاثة، والثلث اثنان، والثلثان أربعة، والسدس واحد. انتقل إلى اثنى عشر، فيها خمسة أشياء قلنا، فقط الاثنى عشر ما فيها الثمن، والأربع عشرين فيها كل شيء. مفهوم؟ تمام. تعبت؟ اسمع، ارتاح. أي مسألة تصعب عليك اجعلها من 24 ولا إشكال، وخلاص وارتاح. إيش رأيك يا شيخ؟ يصح؟ وإذا انتهيت اختصر المسألة. صعبة هذه المسألة؟ مفهوم؟ أي مسألة فيها فرض وتعبت ما عرفت تكتب أصل لهذه المسألة، حط 24 وارتاح، خلاص يا شيخ؟ أيوة، الحمد لله رب العالمين. لكن فترك تطويل الحساب ربحه. تضع من 24 ثم آخر شيء اختصر المسألة صحيحة 100%. مفهوم؟ تمام. يلا إن شاء الله. قال رحمه الله: بالفرض والتعصيب إرث ثبت. فالفرض في الكتاب ستة أتى: ربع وثلث، نصف كل ضعفه، والاجتهاد غير هذه مصرفه. نعم. قال رحمه الله: باب من يرث النصف. الله أعلم، نقف هنا، إيش رأيك؟ طيب أخواننا، إحنا الآن نقف عند هذا، نريد نراجع الآن، وغدا بإذن الله أسمع لكم شيء يسير ما هو كثير. ماذا أخذنا اليوم؟ من يقول؟ ها الشيخ هناك تكتب، إيش أخذنا اليوم؟ يا أستاذ أترك الكتاب، أوقف، معليش أوقف، أوقف. ها ماذا أخذنا؟ أي شيء يحسن السكوت عليه. أسباب الإرث كم؟ أي شيء يقول، ما مشكلة. ثلاثة، وهي نكاح ولا ونسب. عندنا سبب رابع مختلف فيه، هو بيت المال. نعم، أوقف، أنت واقف شيء أحسن. ها لا لا، أترك الكتاب. موانع الإرث كم؟ ثلاثة، رق وقتل واختلاف دي. لا لا، لا تقول السبب عند المالكين، انسى هذا، انسى هذا الأمر. نعم، أوقف. الأنصب، الفروض، الفروض كم؟ ستة، نصف وربع ثمن، ثلثان، ثلث، سدس. نعم أخوان. نعم الشيخ. تدوم، تجهيز أولا، ثم الديون المعلقة، ثم المرسلة، والمرسلة لله وللآدمي، وصية بالثلث فأقل لغير وارث، ميرة، الحمد لله. نعم ها الشيخ، ما تذكر شيء؟ سبحان الله أخواننا، أنا لي ساعة أتكلم. ها يا أستاذ أوقف، أنت واقف. نعم، أصحاب النصف كم؟ وأصحاب الربع، أسهل باب هذا، غرفة الزوجية، هذا ما تنسى، لكن ما لا يمكن يجتمعوا أبدا، لابد يموت واحد حتى يرث الآخر، صح؟ تمام. ثم الثمن، غرفة أرامل، ثم الثلثان، هم أصحاب النصف عدا الزوج كم؟ أربعة، والثلثان اثنين، والسدس الحمد لله. غير أخوانا. نعم الشيخ. الوارثين من الذكور خمسة عشر، ابن الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد. من أقرب لك؟ أقرب لك الأب، أقرب من الأخ. الأب والجد، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب، والزوج والمعتم. النساء، لأن أنا ذكرت النساء، من يذكر؟ إخواننا وارثات. نعم، وانت واقف. بنت، بنت الابن، والأم والجدة لأم، والجدة لأب. مستعجل على الزوجات، أخت شقيقة، أخت لأب، وأخت لأم، والزوجة والمعتقة. نعم ها أخواننا، من يعيد؟ من يعيد؟ يعني مثلا ربما بعض الإخوة لا يحفظ الوارثين، فيعني من التسهيل مثلا أن يأتي إلى أسباب الإرث،
يقول مثلا السبب الأول الولاء فيقول المعتق مثلا، آه. ثم السبب الثاني الزواج فيقول الزوجة مثلا إذا كانت إناث. ثم بس أنا خاف أنه يقدم الزواج، هذه مشكلة، يقدم الزوجة مشكلة، يعني يبغى يموت، لأنه في الإرث إشكال تقدم الزوجة، مفهوم؟ ما تقدمها، اجعلها آخر شيء. من يعيد علي شيخوانا الوارثين أو الوارثات؟ هيا شيخ بسم الله حاول. إيه نعم، وارثين ابن وابن الابن والنسل والجد له وإن علا، أخ شقيق، أخ وأخ وابن أخ شقيق وابن أخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب وابن عم الشقيق وابن عم لأب، والزوج والمعتق ذو الولاء. العم لأم يرث، ابن الأخ لأم، ها؟ إيه؟ لا، الأب الأم جد طبعا جد لكن لا يرث، تمام، الله يفتح عليك. النساء، ها يا أستاذ أنت الخلف، بسم الله حاول. إنا لله وإنا إليه. تذكر أنت يا شيخ بس عن نظم أحسن. الوارث من الإناث الأم، بنت وبنت ابن لا تؤمه، والزوجة والزوجة الجدة من الجهتين، الأخت مطلقة، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، ومن لها الولاء قد تحقق. اسمع أخواننا، هذه ثمرة حفظ النظم. الأستاذ سأل الطالب عن مسألة واحدة في كتاب الطهارة، مسألة واحدة، فالطالب قال بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، بابنا المياه. المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. في الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته. أخذ يسرد يسرد، قرأ الكتاب، كتاب الطهارة كاملا، المدرس يعني يتفرج. ثم عندما انتهى من كتاب الطهارة كاملا قال: يا أستاذ خذ ما شئت ودع ما شئت، احفظ. اي نعم، فكل حافظ إمام تحفظ النظم، خلاص انتهى الأمر. إخواننا يعني هؤلاء العلماء، علماء الإرث وكذا، ملائكة بشر، لكن اجتهد وحفظ، يحفظ ويضبط. لكن أنت ما تريد تحفظ، كيف تصل؟ طيب لازم نحفظ إخواننا، لازم نحفظ، وهذا ثمرة حفظ. ليش الآن اخترنا النظم؟ لأن النظم سهل عليك. قال هذا أنا بيت واحد أحفظ الوارثة، بيت واحد أحفظ الوارثين، خلاص انتهى الأمر. أما ما تريد تحفظ تقول والله الفرائض صعبة، والله ما هي صعبة، صعبة أنا أدرسها، سبحان الله. نعم والله سهل أخواننا، والله سهلة، ما تحتاج شيء، لكن الشدة، شدة في الحفظ، لابد نحفظ. أي نعم، بدون حفظ لا. نعم، يعني في الفرائض شيخنا بيركزوا على قضية الحفظ، فالرحبيه بقول والثلثان وهم التمام فاحفظ، تقول له حافظ الإمامة. نعم. وفي الخليفة في التتمة إيش بقول؟ فاقبل هديت مني هذا النظم واحفظ، وقل يا رب زدني علما. أي نعم. في منظومة شيخنا لواحد اسمه الفارض حنبلي، فقال فيها: وجيزة والحشو فيها يندر فاحفظ، وحشو الرحبي سكر. بركز على قضية الحفظ. هذا هو أخواننا الحفظ. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: ذهب كل شيء وبقي ما حفظنا. أنت ما يعقل تسأل الشيخ سعيد مثلا، تقول له يا شيخ سعيد الفروض المقدرة في كتاب الله كم؟ قال والله ما راجعت. تقول أنا غلطان أسألك، أنا غلطان أسألك. صحيح عندنا في بعض حلقات تحفيظ القرآن إذا كان الشيخ يسمع للطلاب من مصحف قال جيبوه، يجيبوا المدرس يختبروه، نجح في الاختبار أرجعوا مدرس، رسم فصلوا ورجعوا طالب. هي ما يعقل إخواننا. صحيح بعض المشايخ عندنا يسمع المصحف لا إشكال، لكن ضابط. فما يعقل أن يجيك إنسان يقول الوارثين من الذكور الابن وابن، أخاف أن يراني أحد يقول هذا، ما يمكن. تقول يا أخي روح أحفظ أنت أول، كيف أنا أحفظ أنت ما تحفظ؟ مفهوم الشيخ؟ لازم هو يحفظ أولا حتى أنت تحفظ. أخواننا مسائل سهلة والله، يعني هذا اللي أخذنا اليوم بقي معنا غدا، متى يأخذ الزوجة النصف، ومتى تأخذ الزوجة الربع، ومتى تأخذ الزوجة فأكثر الثمن، وانتهت الفرائض.
بقي معنا أيضا التعصيب، درس غدا إذا انتهينا منه انتهت الفرائض، درس اليوم الثالث إن شاء الله تعالى هذه مكملات. يعني غدا بإذن الله تستطيع تقسم تركات، لكن تركات ليست واقعية، تركات وهمية هنا أسئلة مفهوم، أما تقسيم التركات لا يحتاج مراجع. حتى نحن الآن عندما نقسم تركات أرجع للشخص سائد راجع لي هذا المسألة، قل كيف راجع لك؟ تراجع لي إيش الإشكال، لأنه يترتب عليه حقوق، فهمت الشيخ؟ هو يقسم تركة يرسلها لي ما في إشكال، راجع هذه المسألة مثل التحقيق للمسألة لا إشكال في هذا. فأخواننا الله يرضى عنكم، غدا نسألكم عن هذه المسائل اللي ذكرنا اليوم. أنا أعيد الآن، الأمور الواجبة عند الوفاة تدوم وانتهينا. يعني لو قال لي أي طالب غدا أمور واجبة عند الوفاة تدوم انتهى الأمر، تاء تجهيز بالمعروف، مؤن التجهيز بالمعروف، دال ديون معلقة ثم مرسلة لله ولآدم، الوصية بالثلث فأقل لغير وارث، ثم الإرث، انتهينا. أسباب الإرث ثلاثة لا تقل أربعة، نكاح ولا ونسب. موانع الإرث ثلاثة لا تقل سبعة، خلاص رق وقتل اختلاف الدين، وارثين وارثات. أصول المسائل سبعة، اثنين ثلاثة أربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرين. الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، النصف خمسة، أصحاب النصف خمسة، والربع غرفة الزوجية اثنان، والثمن غرفة الأرامل الزوجة فأكثر واحد، والثلثان أصحاب النصف عدد الزوج أربعة، والثلث الأم والجمع الأخوة والأم اثنين، وأصحاب السدس سبعة، الأب والأم والجد والجدة، ولد الأم أخ وأخت لأم، بنت الإبن فأكثر، أخت لأب فأكثر، انتهى الإرث. هذا اللي أخذنا اليوم، شيء يسير والله أخوانا، نكمل والله شيء يسير أخوانا. يوم الجمعة ها؟ يوم الجمعة الشباب، يوم الجمعة خير إن شاء الله. هو هذا الآن عندنا يقول من حبك دبك، والله اللي يحرص عليك يقول احفظ وانت مقصر، وانت ترى لازم جنة، هذه ليست بلعب صح، ولازم تحفظ ولازم تراجع، وليش مقصر؟ وينك يا شيخ سعد؟ لماذا لا تدرس هذا العلم؟ قد يذهب عليك، ولازم تصنع ولازم تصنع ولازم تصنع. هذا المحب لك. أما اللي يقول لك يا عمي الآن في جهاز، في برنامج إرث يقسم تركات، وش نريد بالشيخ سعد؟ جهاز البرنامج موجود، دخل الورثة ودخل التركة، ضغطة زر واحدة يخرج لك كل شيء. طيب ممكن هو يدخل الزوج يكتب أب صح أم لا؟ لأنه أكثر الناس اليوم يقول توفي والدي، طيب إحنا ما نبغى والدك، نبغى ميت وبعدين ننظر القرابة. طيب ممكن والدي من الرضاعة يرث، هو مسكين هو، لأن هذا يعني معليش يعني هذا الكمبيوتر الآن ما يفهم شيء، هو ما يقول لك هذا أخ لأب أخ لأم، أحيانا بعض يسأل، لكن ممكن قال أنا ابن، هو ما يسأل، ممكن ابن من الرضاعة صح. وإحنا نحقق الآن مع هذا، لأن الآن شيء يسميه عندنا القضاء يسموه حصر ورثة، حصر ورثة بعد عمر طويل في طاعة الله، توفي الشيخ سعيد، نكتب 25 وارث ونجي نجيب اثنين شهود، تعرف سعيد؟ وعائلة سعيد قال نعم، تعال اسمك فلان ابن فلان، شهد لدي أنا القاضي فلان ابن فلان، فلان ابن فلان في يوم كذا كذا أنه قد توفي بعد عمر طويل في طاعة الله الشيخ سعيد، وانحصر إرثه فيه. عنده زوجة؟ قال نعم، اسمها؟ قال سعاد، كتبنا سعاد. طيب نمشي على الورثة، الوارثين وارثان، عنده ابن؟ قال نعم عبد الرحمن، غيره موجود؟ قال لا. طيب ابن تكتب كل شيء وبعدين تحجب، ابن الابن؟ قال لا ما في. الأب؟ قال نعم موجود، قال نعم موجود، كتبنا. الجد كذا كذا كذا، تكتب الوارثين والوارثات، مفهوم؟ ثم بعد هذا نبدأ بالحجب. فالكمبيوتر الآن ما يفهم بعض الأشياء عندنا أحيانا، يعني الآن صحيح في البرامج الجديدة صنعوها الآن في الإرث، لكن إخواننا تعطل العلم كامل،
طيب خليه يصلي عنك الآن ويصوم عنك. صدق والله بعض الناس عندنا الآن يصنع كل شيء، حتى القرآن الآن، القرآن بعض الأئمة ما يحفظ. ليش؟ قال عندي مكان السجود الشاشة صلي بها التراويح. والله حتى قال لي أحد الشباب يقول أنا ما توقعت أن يوجد أحد يصلي التراويح بلا مصحف، من كثرة ما أرى الأئمة عندنا، أي عندهم مو عندنا نحن الحمد لله، يقول من كثرة ما نرى الأئمة عندنا ما رأيت إمام في حياتي قط يصلي التراويح إلا من مصحف. عجيب والله عجيب إخواننا. فإخواننا ما نريد نصل لهذه المرتبة، مفهوم؟ ثم الكمبيوتر قد يأخذ وقت، بإذن الله تحل في ثواني المسألة وتخطى الكمبيوتر. كان عندنا بعض الشباب أحيانا في الجامعة يقول للشيخ للدكتور يقول خطأ المسألة. فتضبط المسائل وتمشي على هذا، لا تقتر، لكن لابد من حفظ. ثم الجنة إخواننا، هذا طريق الجنة، وقل ربي زدني علما، ما قال زدني مالا زدني كذا. لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستزيد من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. هو فرضي، أسبوع واحد تتعب معنا وتصبح فرضي، نعم يا رجل. طيب موعدنا غدا ها إن شاء الله، إذن الكل يسأل غدا إن شاء الله تعالى، والمؤمنون على شروطهم، عندنا 3 أيام، اليوم وغدا وبعد غدا إن شاء الله تعالى، لا يتغيب أحد، لأن العذر عندنا في الغياب معروف عند شيخنا الله يرحمه شيخنا الزليفاني، العذر للغياب ما هو؟ الموت. كان الشيخ عندنا رحمه الله ما يقبل أي عذر إلا الموت، يقول فلان مات خلاص يعذر، غير كذا والله ما يعذر ولا يمكن يعذر، الله المستعان. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم، جزاكم الله خير.